مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. مباشرة معكم تنتواجد في الخزانة ديال الدنيا اللي مازال ما عارفينش واش هي اللي قطع عليها الراس السيد، واش هي حافكم دراري صار حشومه يسمعوا هذا الشيء، واش هي اللي قطع عليها الراس واليدين هذاك المجرم الوحش الادمي في مدينة حفير او لا. كي تشوفوا مشاهدينا الكرام، احد الجيران اللي بغيرة وصورت معه فيديو الان، الغيره هذه هي التمغربيت ديالنا، هذه هي ولاد الحومه، هذه بزاف الامور، بزاف ديال الحب كاين في هذه اللحظه هذه. يعني ما مسروطاش ليه، كيقول لك بنت دربنا بنت جيراننا شفتها غير مؤخرا في العيد، هضرت معها قلت لها يلا تخدمي في مدينه تطوان، الا انها هي قالت لي لا انا ولفت مدينه احفير. هكا خويا قدمنا راسك وهضرنا على الدنيا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخا انا راه الجار ديال هاد البنت هادي اللي وقعت لها هاد الفزعه هادي، ها الدار ديالو ما هي الاب ديالها مسكين، شو حالته كي دايره بعدا، شو الكلب اللي عملت هاد الجريمه هادي، ها الدار ديالنا اخاي، هادشي راه حرام. حنا ثلاث ايام ما ناعسينش، ها عينينا ثلاث ايام ما ناعسينش، ثلاث ايام حنا جاتنا الخبر بان انسانه وقع لها مشكل في احفير، حنا لحد الان ما متيقه ما عارفينش واش حيه ولا ميته صاحبي، ما عارفيناش واش حيه ولا ميته. درنا لا دين تنتسناو الخبر شي ايام، حنا ليل ونهار حنا هنا مبنيه من نهار جا الخبر اصاحبي، من نهار جا الخبر وحنا مرونين، راه ثلاث ايام ما تنعسوش، لا عيالات لا نساء لا والو، لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم هذا منكر. اشنو هو هذا الشيء اصاحبي؟ شنو دايره لك؟ كي كانت الدنيا؟ والدنيا صاحبي اخويا شونتيو اصاحبي، الحاجه هو ما حاجه، دارهم 160 متر اصاحبي، دارهم ها هي ورا دار اخرى 120 متر زعما ما كانت مخصوصه، وهي وانا اصلا بغيت ندبر لها خدمه في تطوان في واحد ريستوران ديال العائله، قالت لي انا مرتاحه في احفير في قهوه مزيانه، ما عندي مشاكل ما عندي حتى شي حاجه، وعلاش ينوض هذا الشخص هذا يدير لي هاد الجريمه هادي؟ شكون بغى يكون هو كاع؟ ما كاين شنو؟ ما كاين لا دوله لا والو، ما كاين لا مخزن لا والو، ما كاينش الله سبحانه وتعالى يخلي هاد عباد الله كاملين معذبين، وعندها جوج وليدات، بنتها هي راه هي وعندها ولد، ها هما يتامى، ها هما دابا عند الحاج والحاجه، حاجه راه ما عرفناها ميته ولا حيه بعد اما، واما عاب الاكسجين ثلاث ايام علينا، والاخرى في الانعاش بنتها الاخرى، خويا راه لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم هذا منكر اصاحبي، وحنا بغينا نعرفوا هاد الانسانه مسكينه واش حيه ولا ميته بعدا كاين. ميشان نرتاحوا ندفنوها حيا نجيبوها نعالجوها، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا العنصر هذا شنو بغى يكون في ملك الله؟ خرج اخاي تواجه مع الدوله، ولا خرج تواجه مع الشعب، عي مع ولاد احفير قتل امك، عرفوا بامك ما عندكش ذره ديال الدم ديال الرجوله، لا تشد بنت وليه ودير لها هذه العمليه هذه، اشنو بينك وبينها اخاي؟ شنو دايره لك؟ ها شنو دايره لك؟ ما كاينش الدوله ما كاينش المخزن لي تشدها انت تطبق على القانون ديالك، طبقوا على راجل يكون بحالك بحالو، وراه يشد امك غادي يعذبوك، غاتشدك الدولة غادي تعذب امك، وعاد شدك الشعب راه وعاد تدخل الحبس غيعذبو امك، راه حنا براسنا ضاربين الحبس وعفى عنا الله، ولكن ما كنديروش بحال هاد الجهال ام ديال الشميت، حيت هاد الشيء راه ماشي ديال الجهال، والله ينعلم امك الوالدين. يعني من الخزانة ديال الدنيا شو واحد اللي غيهضر شي يعني من الخزانة، يعني الان يعني في الخزانة ديال يعني اللي فين ماتت، يعني خزانة ديال الجنازة ديال الدنيا، واخا انهم مازال ما مأكدينش واش هي، يعني لا دين دارت كذا، واش الدنيا حيت هي المختفية في احفير، ناس احفير مدينة صغيرة كلشي يقول راه الدنيا هي هذيك اللي لقاوها، الناس إلى حدود الساعة يعني مصدومين، عائلة ديالها مصدومة. أجي خويا أجي. السلام عليكم. مرحبا. يعني كي تشوفوا يعني الوضعية كارثية، وضعية كارثية جدا هنا، وحزن عميق هنا في مدينة سالا على دنيا اللي كتعاني معاناة حقيقية. الأسرة ديالك يعاني وكلشي تيعاني، يعني للأسف الخزانة مبنية، يتقبلون العزاء وما مأكدينش واش بنتهم هذيك ولا ماشي بنتهم، واش لا ديان غتثبت على أنه البنت اللي توفات
هي الدنيا او لا؟ اش اخويا اش الوالد اش شنو تقول لي؟ نعم اش نشوف نقول لك دابا الحرق هنا يدارنا في القلب باغي يسكت لنا قلبنا لان لا المراه لا الدراري لا العائله. دابا كتقول سيدي الحموشي وسيدنا يوقفوا لنا في هذا المشكل، الخزانه مبنيه بلا عز بلا جثه بلا حتى حاجه. دابا الله يرحمه يبينوا لنا غير الجثه ديال البنت. السلام عليكم. ماشي حرام عليكم شو الراجل كيدير شي يبكي يا صاحبي؟ اه ماشي حرام عليك. وعند امك الرجوله خرجت توازع مع الدوله ولا توازع معانا؟ تخلينا معذبين بحال هكا صاحبي؟ راه حرام. لا اله الا الله محمد رسول الله صاحبي. اخر مره شتي دنيا واش راه في العيد كبير يا صاحبي؟ راه في العيد كبير كانت معانا هنا مسكين وعاف عيد كبير تضحك اسا حتى الهضره اللي الناس اللي يهضروا عليها في احفير انك كلشي وانا قلت لي انا شنقول لهاد المسلم؟ كنقول له خرج على الاحفير بان يبان راه الناس الاحفيري يأدبوا والديك. حيت انا اصلا قلت له واش تخدمي في تطوان؟ قالت لي لا. قالت لي انا خدامه هنا مرتاحه بخير عايشه مزيان، يعني ما عندهاش في عقلها شي حاجه د المشاكل ولا هاي. واش بغى عند هاد السيد هذا صاحبي؟ واش بغى عنده؟ اجي اخويا ورا والديها معذبين اخويا عبد الرحمن. راه بالله هالما صاحبي الناس الحومه كامله، راه الناس الحومه كامله بقى فيها الحاله. قول يا خويا انت يا ولد الجيران؟ انا ولد الجيران. شنو اخويا فاش سمعتي هذا الخبر؟ باش سمعت هذا الخبر الحرات طلع لي الدم انا ثلاث ايام انا عشا هو معانا في الجزائر. اخي ولا بقى الدنيا كنتي كتشوفها؟ الله عمرها دار اصاحبي ووالديها كامل مزيانين اصاحبي. يا خواتها تاع كلهم والديها الله عمرها دار. اختها اختها دور عندها اختها. لا ما نحن تنكذبوا راه تنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صاحبي. وبغينا نعرفوا ميشه ولا حيه؟ بس ارتاحوا. ميشه رانا ندفنوها، حيه رانا نعالجوها. أين نرتاحوا؟ أين نرتاحوا؟ ما نبقاو سهرانين وشد الخزانة بلا هادي بلا هادي. راه حشومة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. راه كلشي باغي يهدر، راه كلشي باغي يهدر. هاد الشيء راه منكر. راه حنا حابسين الدراري ما بغا. خويا هاد الإجرام، هاد الإجرام حنا شحال هادي كنا. الإجرام ما كاينش عندنا في بلادنا. ما كانش شحال هادي. وما كاينش عندنا في بلادنا نهائيا قرد صاحبي. وفين حنا؟ واش في كولومبيا؟ راه بلادنا راه ما كاينش فيها هاد الشيء اصاحبي. راه يشد امه غيديروه في راسه على هاد الشيء اللي داه. راه خصو يزيد بالو. عندك حساب لمو راسو راه عايق. راه دارت على مو 40 يوم تايديو. ولكن حنا راه تنطلبوا الله سبحانه وتعالى ياخذ فمو الحق. ها؟ كنطلبوا السيد الحموشي وسيدنا. واخا اجي عمي. ضروري راه سيدنا يوقف معنا. دابا كنطلبوا سيدنا وسيد الحموشي يوقف معنا. راه حنا مقليين. راه حنا بحال السردين الا في البقله. مقليين لا انا لا امها. انا باها وهذه جا الموقعات ما كايناش في الاسلام كاع. شاد الاسلام هذا ها؟ تموا ولاد الشعب كيخدروهم وبلاهم وهذه وخرجوا عليهم. دابا كنطلبوا السلطات تشوف لنا هذا المشكل هذا. الله يرحم الوالدين. احنا معذبين لنا لا حاجه. يبينوا لنا غير الجثه ديالنا واش هي ولا ماشي هي. الله يجزاكم بخير وقفوا معنا. انا كنت تشوفوا مشاهدينا الكرام هادشي كيدار في الخاطر. يعني الله يعني نتمنوا انه تكون الاجابه واش الجثه اللي كاين في احفير هي تخص الدنيا او تتخص جثه فتاه اخرى. يعني كي تشوفوا الخزانه هنايا كاينه، العزاء كاين بدون جثه ديال دنيا. مازال ما مأكدينش واش دنيا ولا ماشي دنيا. مازال ما مأكدينش كي تشوفوا مشاهدينا الكرام. نتمنوا على انه يعني تكون الاجابه على هذا السؤال. لاديان هي لا تبين. عندنا الثقه في رجال الدرك الملكي في مدينه احفير. تحيه لهم من هذا المنبر. حتى الام ديالها يعني فاش هضرات راه قالت كلام يعني حقيقي على ما يعني الشيء اللي داروا مع رجال الدرك الملكي في مدينه احفير ومدينه بركان. تحيه لهم عاليا. بغينا نعرفوا شكون يقتل الدنيا، شكون يقتل هذه السيده الملك الطاهر، هذه السيده التي يعني كل شيء تيقول عليها هضره زوينه والجيران ومشوا كيهضر عليها. الناس احفير قالت لي الام ديالها كاملين تيطالبوا بشكون اللي قتل الدنيا، شكون اللي قام بهذه الجريمه الشنعاء في حق هذه الانسانه هذه اللي عندها خلات جوج وليدات صغار بنيتها وليد. للاسف الابن ديالها انا كنت نشوفه بعوينته تيشوف بواحد الطريقه لا اجد كلمات. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه شوف تي في وصلنا لنهايه هذا البث المباشر. انا بكل صدق لا اجد الكلمات لانه جريمه شنعاء، جريمه ماشي صحيحه، جريمه بعيده على الاعراف ديالنا واعراف ديال البلاد ديالنا. مغرب التسامح، مغرب التضامن، مغرب
الاخوه مغرب يد في يد. اش هادشي ولينا تنسمعوا كل صدق اش هادشي ولينا تنسمعوا. مشاهده كرام ولينا يعني تنسمعوا شي حوايج في هذا الزمن غريبه وغريبه جدا. نطالب يعني بمعاقبه لا تشد هذا خاصو المعاقبه خاص طبق فيه القانون. نحن دولة مؤسسات، نحن دولة يحكمها القانون. مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية البث المباشر، على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. السلام الله عليكم، إلى اللقاء مشاهدينا الكرام. من الخزانة ديال الجنازة بنتي، من الخزانة ديال جنازة الدنيا اللي مازال ما عرفنا واش هي الجثة ديالها اللي لقاوها في الكفير أو لا. مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية البث المباشر، على أمل اللقاء بكم بث مباشر آخر. السلام الله عليكم.